هانيا بتوعد وبتوفي. عم باكل بقى، رح ننتقل لعندها لحتى تخلص لنا اياهم، لانه عن جد تعبت اعصابنا، بدها تخلص لنا الجاتو وتحط عليه الكريم وتكفي كل الاشياء اللي عم تعملنا اياها، وانا بهالوقت رح تابع مسيرتي مع الاكل. رح تروح عند هانيا. يعني يا غيدة دوقتك الكوكيز، بعد في له كريم كتير طيبة، هن بيجوا شكلهم ساندويتش كوكيز، وهي وصفتي آخر شيء. هيدي الوصفة هي عبارة عن بينات كوكيز، بينات معمولة بزبدة الفستق السوداني. في بالوصفة وقتها، هلأ بدهم يطلعوا المقادير قدامنا على الشاشة، في بالوصفة نوعين منه، يا إما كريمي نقرا عليه أكيد على العلبة من برا كريمي يلي ما فيها أبدا شقف فستق، وفي منه كرانشي. أنا لحتى بلش وصفتي حبيت بلش بالكريم الحشوي، لأنه نفس المكونات مع البسكوي مع عجينة الكوكيز، بس عجينة الكوكيز فيطلع بيض، لحتى أقدر بنفس الوقت مرق العجينة والهيدا، ما أضطر إني أبعت الخلاط لحتى يتنظف مثل العادة. وصفتي هي الكريم الحشوي، أكيد بدي إياها تسقع شوي. في عندي 130 جرام زبدة بحرارة الغرفة، أهم شيء لا مندوب على مايكروويف ولا شيء. هلا فينا مرات ندوبه بس بدنا نراقب كثير، ما لازم يكونوا دايبين ابدا، لازم تكون طريه بحراره الغرفه. عندي زبده، عندي زبده الفستق. اللي بدي استعمل بالكريم هي الناعمه يلي كريمي يلي ما فيها ابدا شقف قاسيه. هاي الوصفة كتير طيبة على فكرة للناس اللي بحبوا طعمته، لأنه بتشبه كتير المكارون بس بنكهة كتير غريبة كتير طيبة، مع أنه المكونات أبدا ما بتشبه بعضها. هن وعم ينخلطوا حضيف عليهم كوب سكر ناعم، هلأ بنزلهم أكيد لأنه دايما بصير في بيعلقوا بالشبك. هيدا الشغلة كتير مهمة دايما وقتا بنخلط، خصوصا وقتا بنكون عم نستعمل خلاط كبير، لازم دايما ننتبه انه ننظف الحراف وننظف الشبك. انا اكيد هلا بس تاي نحطوا المكونات الباقيين حيرجع كل شيء منيح. ححط السكر تبعولي، سكر البودرة، وححط عليهم ملعقة كريم فريش، كريم ليكيد. صارت جاهزة سريعة جدا. هاستعمل سباتول لأنه أكيد بده يجمع على الطرف، لحتى نظف اخلطها خلطة سريعة وانقل على الكوكيز. كمان الكوكيز ما اخذوا ابدا وقت، حضرتهم اليوم ما حضرتهم معي انا وجايه، لانه كثير سهلين مثل اي كوكيز مثل السبله، بس بنضف لهم بينات بوتر. هي طيبتها البينات بوتر انه فيها طعمه حلوه، بنفس الوقت بنحس بالملوحه تبعولها، بتعطي نكهه كثير طيبه، وخصوصا هلا عم نشوف حتى اشهر ماركات الشوكولا عم بتنزلنا شوكولا بالملح، لانه طلع انه وقتها بنستعمل مع الحلو رشه ملح بنظهر نكهه الحلو اكثر. هي الكريم صارت جاهزه عندي. ححضر صحن وحطها لحتى احطها بالبراد، وبلش جهز عجينه الكوكيز تبعولي. اوكي هاي خلصت منها. هلا حفضي الكوكيز. هلا بالعاده ما بنستعمل الخلاط مرتين على وصفه الا اذا كانوا عن جد مثل بعضهم واذا كانوا سريعين، وخصوصا اذا باول وحده ما كان في بيض، لانه البيض دغري بيطلع ريحه مش حلوه، وخصوصا اذا عندنا هيدي السباتول اللي هي بتنظف كل شيء، ما في عنا أي مشكلة إنه نستعمله مرة تانية.
ححط الكريم تبعولي حدي هون لانه هلا بدي استعملها بحشو الكوكيز، وحبلش بخلطه الكوكيز. طبيعي الكوكيز نستعمله هيدا المضرب لانه نحن ما بدنا العجينه تفرفت، نحن بدنا العجينه تصير كتله متماسكه. من شو معموله وصفتي؟ اول شيء عندي 130 جرام زبده، عندي السكر الاسمر يلي هو فينا نشوفه على كذا لون. بهيدي الوصفه ما بهمنا ابدا نستعمل السكر الاسمر يلي هو بيكون لونه كتير غامق وبيكون كتير ملزق على بعضه. هيدي الوصفه بيقولوا له لايت، هيدا السكر بيقولوا له لايت براون شوجر اللي هو كتير بناسبنا. عندنا تقريبا كوب سكر ونص كوب من هيدا السكر الاسمر، بدي اضيف عليهم نص كوب بتر البينات بتر بس الكرانشي مثل ما انا شايفين، في بقلبها قطع فستق، في ثلاثة كريمي كرانشي وسوبر كرانشي، انا هون استعملت الكرانشي. هاخلطهم مع بعض كتير منيح، هحضر على جنب المكونات الجافة، أكيد بعد بدنا نضيف لهم البيضة. المكونات الجافة عندي هي عبارة عن 3/4 كوب طحين، أنا محضرة هون عندي نص ملعقة بيكنج باودر و 3/4 ملعقة بيكنج صودا. نخلطهم مع بعض، بنحط عليهم رشة ملح بتساعد البيكنج صودا إنه تطلع. قبل ما احط المكونات الجافه اكيد بدي احط البيضه. صارت هينه، صارت خالصه، حتصير جاهزه. حابه بهالوقت مشاهدينا فرجيكم كيف طلع الكاسترد يلي اشتغلته بالحامض قبل ما اضيف له الزبده ويصير في عندي كريم موسين بالحامض اللي بدي احشي فيها الكيك الجينواس تبعولي. اكيد مثل العاده بننظف اطراف لحتى ينخلطوا مزبوط، مثل ما يعني اكيد بده يجمع الزبده على الطرف والسكر بالكعب. طبعا هيدا المضرب ما بيعلق عليه كثير اشياء. بهالوقت انا هاخلط مكونات الجافة وضيفها على العجينة. مثل أي عجينة لازم نحطها شوي لترتاح بالبراد قبل ما نقدر نستعملها، عشان هيك أنا حضرتها قبل مش كرمال طعم غيدة بس. حتى ما بقدر قلكن قدي طيبة للناس اللي بتحبوا أكيد. عجينتنا صارت جاهزة، حشيل كل هالاشياء من قدامي قبل ما حطها حدي. هاي مننظف دايما كتير منيح لانه مرة على مرة بصير في هدر، خصوصا للناس يلي بتعمل كتير اشياء حلوة بالبيت. هاي نظفت الصينية اكيد من بقايا الطحين، هلا هحطها بالبراد فرجيكم كيف طلعت معي العجينة انا وكيف عملت بولات صغيرة لحطها بالفرن. ما أخذت وقت أبدا بالفرن، لكن هاي هلأ بتنحط بالبراد. هيدا ورق النايلون ما بعرف، بحس أهم شي بالمطبخ عندي للحمة
ولكل شيء انا ما بستغني عنه ابدا. هاي صارت جاهزة عجينتي، هحطها بالثلاجة وهرجيكم كيف تطلع. بهالوقت هحط الخلاط بالتنظيف واجي فرجيكم بقايا الوصفات. هيدا مثل ما قلنا الكريم المسلين يلي حضرتها، حضرت البيض مع سكر مع شوية زبدة مع عصير حامض وبرش حامض على الغاز، حركتهم حركتهم لحد ما صار لونهم منقول عليه ترانسبارون شوي، بلشوا يجمدوا، عملوا لي كاستر. ما بقدر ضيف الزبدة بحرارة الغرفة إلا إذا سقع مظبوط لحتى أقدر أعمل كريم اسمه كريم موسلين. هيدا الكاسترد هو اللي بنستعمله مثل ما قلت قبل على التارت أو سيترون، يعني إذا عنا عجينة تارت أو إذا نحن كنا عم نعمل سابلي وبقي عنا عجينة، ما في أطيب منه إنه نرقها نخبزها كتير منيح ونرجع نحط لها من هيدا مع كريم فريش او مع مورينج على وجهه، بيطلع كتير طيب. بقى هيدا من الوصفات اللي كتير طيبه، حتى برا بيعبوها بقلب مرطبين صغيره جارز، بحطوا عليها ريبان حلو، بحطوا عليها ورقه نعنع وبياكلوها مثل كاستر او مثل كريم او مثل تشيز كيك. شوي حامضه قويه الحامض تبعها، الزبده بدها تكسر لها حموضتها، بس ما بقدر لكم قد ايه طيبه وقد ايه سلسه بتتم. هي كانت الوصفه تبعونا. بلشت الوصفه انا تبعولي، بلشت نهاري بالنياج اوف فريز. انا عملت بيوري فريز، حطيت عليه 200 جرام بيوري فريز، حطيت عليه كوب سكر ناعم ودوبت الجيلاتين بالمي ورجعت حطيته فوقه، سخنتهم شوي على النار ورجعت تركتهم لانه حابه مشاهدينا فرجيكم كيف بدي اخلطهم مع بعضهم لحتى يعطيني لون زهر كتير فاتح ويكونوا سميك. بصبهم بصينيه ببردهم، بعدين بقصقصهم، بيطلع عندي شيء بيشبه المارشميلوز بس على فواكه، طعمته فواكه، نفس التكستير تبع المارشميلوز بس على فواكه. هلا حفرجيكم سوا كيف حنخلطه، حابه شوي بس دفيه قبل ما نخلطه. بهالوقت خلينا نحط الكوكيز، العجينة يلي أنا حضرتها قبل وبردتها، عملتها بولات صغيرة، خلينا نحطها بالفرن. أكيد بدنا نستعمل ورق زبدة مثل ما أنا شايفين، عجينة متماسكة مثل السبلة، نعملها بولات صغيرة لأنه هي ممكن تفلش. وأكيد بعد البريك حنشوف بالتفاصيل كيف حنزين وصفتنا. بريك. اخيرا وصلت، بشوفهم بدي يخلصوا، بدي كيف اتفرج على الشوكولا. على كل الاحوال رح نشوف كل هالتحضيرات النهائيه وين صارت مع هانيا ورشه ملح. وبدنا ناكل وبدنا ناكل، بتبلش العجقه دائما على الاخر لاحظتي؟ وبدنا ناكل بدنا ناكل. يلا ها هيدا الكيك. على فكره بدي اقول شيء، قولي. اول مره ما بتفوتي بكادري انا وعم بحس. لاحظتي؟ لاحظتي؟ تعلمت بعد سنه ونص اخيرا. حبيبتي يا اهلا وسهلا، اصلا فوتي بكادري وقت اللي بدك. انا حقصه للكيك يلي هو من اخف الكيكس ايفر، لانه مثل ما شفنا ما فيه ابدا ابدا ولا زبده ولا زيت ولا شيء، بس بيض وسكر وطحين. لاحظت يعني هيك دغري هيك؟ نعم. عرفتي؟ نعم. اذا خفيف بالوزن أكيد. كمان كثير خفيف، كثير كثير خفيف. بدي اوز هيدا الصحن بالضبط. يلا هي. وهيدي هلا بقلبها عليك. يلا ها بلش الجد. ها هلا عم الكريم تبعولي اكيد فينا نعمل نعبيها. نقص الجاتو طبقتين. اوكي. بس انا مع اني حاطه زبده كثير بالكريم بس حابه يكون هيلثي. برافو عليكي. اوكي. يلا. لكن
هلا بندهنها مظبوط بالسباتشيل. شوفوا التركيز، انا عندي قمه التركيز. اوكي. ايه مع انه انت عندك مين بيعمل لك اطيب كيكس كمان؟ بنت اختي حبيبتي. مظبوط. ايه هي الشيف الصغيره تبعيتنا. الشيف الصغيره تبعولكم بالضبط. حجيب ما بنستغني كمان عنك هنوش. طلعت ريحه الحامض. حامض ايه؟ يومي. لانه كثير فيه برش حامض وعصير حامض. كمان هلا هون لانه هيدي الطبقه حابه سقيها بالقطر يلي حضرته. أوه. كمان من عصير الحامض قبل انه بدها تكون صحيه. هانيا اوكي فاين، وهيدي بقلبها كثير زبده وهون شغاله بالقطر. بس الكيك ما فيه شيء. لا القطر هيدا كثير قطر خفيف، مش مثل القطر يلي بناكله. لا اصلا مبين انه مبين الكميه كثير اقل. سميك بالضبط. وانا هلا اوكي ها حابرون فرجوا الطبقه الثانيه عليه قبل ما اضيف عليه صوص شوكولا. قديش عم بيحسدونا المشاهدين هلا هن ما بعرف على ريحه الحامض والشوكولا. لا قديش عم بيحسدونا انه نحن رح نرجع ناكل هيدا بلش يطرى الجناش شوكولا. انا هون استعملت زبده مع شوكولا نوار لانه طيب مع الحامض والكيك. حابه بس فرجي المشاهدين كيف عملت النياج دو فريز يلي هلا بدهم يشوفوا كيف قصقصته. صح. من بعد ما حطيت البيغي دو فريز مع السكر والحامض والجيلاتين. بس بدي فرجيكم لونه. شوف هلا لونه كيف. هلا بعد 3 دقائق خلط بصير لونه روز كثير فاتح. اوكي. يعني فينا نعتبر هيدي الوصفه جلو سحري. صحيه، جلو صحي للبيت. لانه صحي. معمول من فواكه، مش معمول من نكهات، بس من فواكه مظبوطه. واكيد فينا نستعمل اي نوع فواكه نحن بدنا، بس تكون فواكه فيها عصير لتعطينا تكون هيك جوتوز يعني. ايه. انا ححضر سباتشيل ثانيه يلا كرمال. كرمال هاي سباتشيل يلا ها. كرمال نقدر ندهن الشوكولا. ندهن الشوكولا يلا ليدوب مظبوط. بدها من 3 لـ5 دقائق خلط هيدي الكريم، هيدا النياج. اعطيني عنك لحتى اشوفها من حدك. اوكي. اوكي بلشت تجهز، والشوكولا كمان تبعولي بلش الفريز هلا. اي مزبوط بلش يجهز بهالوقت هيك لنحشي الكوكيز. ليك وينهم صاروا بالفرن. يلا احشيهم. مطولين هيدول؟ حيضلوا العذاب الصيني؟ لا لا مع اني مذوبتهم قبل اكيد ما حيطولوا. يلا هي الكوكيز تبعولنا لونهم بياخذ العقل سخنين. انا حضرت قبل لحفرجيكم كيف حاحشيهم. اوكي. وجاي الكريم لحتى تعملهم البينات. بالضبط كوكيز على بعضهم ساندويتش كوكيز. يس. اوكي ها هي. حط نقطة وبكبسهم على بعضهم. اها مثل ما انتم شايفين كثير هينة. ايه ما تنسي انه البينات اللي موجودة بقلب الكريم مالحة، يعني بدها تخفف الحلاوة تبع البسكويت. بالضبط. ايه لأنه بنعرف بالعادة كل شيء معمول بزبدة الفستق الفول السوداني بيكون مزبوط. حلو. مزبوط. بده شيء يكسر له حلاوته. مزبوط. هاي لإلك لما يكون في طبقتين. ما هيك؟ لا كثير بدي اكل هيدا. اكلت وحده ما بدي ضيع وقتي هلا، بدي اكل هيدا. ما ضيعي لي وقتي هانيا، بدي اكل هيدا. بدي اروح اتغدى بعدين. هيدي صارت جاهزه. يا ظالمه. هاي صارت جاهزه. شوف كيف لونها فرق. كيف لونها فرق كثير. منصبها بصينيه مربعه، اكيد يكون في ورقه زبده او نايلون من تحتها. ايه فتح مزبوط. شفتي كيف؟ وقتها تنحط بالبراد بعد ساعه بتصير ابدا مثل المارشميلوز. بحسب كيف واحد بده يقصقصها. انا قصقصت شيء على شكل ورده، شيء على يعني تيعطي هيك غايمه. قصقصت شيء مربع. هي هي كل القصه. الغلطة اللي أنا عملتها اللي حابة تستفيدوا منها اليوم بالغلط، الورقة
اجت عليا من فوق سو نزعت لي هيدي هيك ما طلعت مالسه كثير من فوق بس ما بيمنع انه طعمتها كثير طيبه لانه امبارح الاولاد اكلوها كثير انبسطوا فيها. قد ايه بدها وقت بالفرن هانيا؟ ما بدها فرن هي دغري بالبراد قصدي ايه. مش فرن هي دغري بالبراد عم فكر بهيدا انا ايه بعد ساعه الحمينه كانت خالصه هي الشوكولا بلش يصير جاهز عندي ساعة بالبراد وبس بس خلص. ايه هلا بس نحن اكيد وقتها بنقصقصها بنخليها اكثر واذا عملناها تركناها قبل بليله ما بيمنع ابدا. شو حلوه ريحتهم هدول اللي هلا طالعين هيدا الشيء بده يطلع كثير حلو ريحته كمان ما هو بدي هذا اللي بدي هيدا اللي هلا هيدا مسنتر عليه ايه كل تركيزي هلا مزبوط هلا هدول كمان هلا بيرجعوا بيطروا نعم نعم هيدا حكي هيدا حكي زبط هيدا هيدا وينك يا غادة ايه غادة كانت انهارت من ريحة الشوكولا نعم عن جد اشياء كتير سهلة بس هيك شوي الواحد بغير على الاشياء التقليدية صح هلا اكيد نرجع بنحط على الطراف عن جد كنا عم نحكي عن الكاكاو من يومين انا وكندا قديش بيعمل سعادة الشوكولا ابدي سعادة رهيبة سعادة رهيبة عن جد قديش بيرفع المعنويات بيرفع الوزن كمان بس بيرفع المعنويات بالدرجة الأولى اوكي بس كنا عم نقول قديش بيتطلب كاكاو حبيت الكاكاو لحتى ينعمل كيلو الشوكولا اكيد انت بتعرفي غيدا بشغلتنا وقت اللي عرفنا انه وقت اللي طلعوا خبريه انه الشجر الكاكاو بلش ينقرض سو حيجي وقت ما حيعود فيه ابدا شوكولا ما بقدر لكم قد ايه غلي حق الشوكولا اكيد نعم وقد ايه العالم دبرست مباشره الموضوع. من على الخبريه بالضبط ايه. بالضبط هاي انا من هون حبلش اخذ بعد اشياء يلا مش بعد مليانة اكيد حتى نكفي المهمه اللذيذة اكيد رح جيب صحنه اكيد خلص. لازم عصابة تلفت هيدا الجناش بيرافق اي جاتو نحن حابين نعمله كله شوكولا عم جهز صحني انا مزبوط بينشف بسرعه بنفس الوقت ما بيقسى منحط هلا لانه بعدنا جايبين الصوص الشوكولا سخنة عن ال مزبوط بدها وقت يعني هون لحتى لا ابدا دغري هلا هلا دغري فينا ناكله بالضبط هيدي جمالها هيدي الصوص ما بدها ابدا وقت وجمالها انه بتمد وبتعطي هيك لمعه للجاتو يلا صرت خالصه بعد فيه اكيد بس ما بقدر لكم قد ايه عم بحرق ايدي من الهب نو 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 خلصنا ماشي الحال ايه بعد فيه بس انا ما انتبهت وحطيت الكاسه اللي فيها كثير تضاريس فيها كثير تضاريس مزبوط أي. لو حطيت الجيل اللي كان دغري طلعت منها يلي بدي طبعا فينا نزينه بترانشات حامض فينا نزينه ما تعذبي حالك شو ما بدنا وصلت الفكره وصلت الفكره انا عندي اهم شيء هلا تذوقي وتشوفي الطعم ايه ايه اهم شيء هيدا اكيد اوكي هي بعدين بدي حتى اقول للمشاهدين شاركهم تجربتي اكيد لكن هاي سكينه حجيب لك صحن هي اجى الصحن اجى الصحن يلا قصي جبته للصحن يلا قصي يلا ما اعمل وش اكيد يلا لنقصها لا بدنا ندوق لانه خلص اعصابي تلفت بس ما ححط قطعة مثل ما شفنا هاي بلشت تجمد كمان حتى بدون ما حط قطعة كبيرة قال حيقولوا لي شو مفهومك للقطعة الكبيرة ماشي حشوفك اسبوع جاي عم تعملي مع فيا عن جد مع فيا لاين فيا لاين هيدا طالعه مش بتروا جور ديتوكس دي جور ولا دي جور ولا شيء هي ولا لحظه بليز مشان اكيد هلا انا بمسحهم لا انا بدي كفيه وبدي اخذهم اوكي هلا اكيد انا ححط لك بعد حنغش شوي هيدا هانيا اوكي لكن شو كان شو كانوا وصفاتنا؟ خلينا نشوفه إذا بدهم يشوفوا المشاهدين شو كانوا وصفاتنا لليوم؟ أنا مش هيك قصيته مشان نفرجيهم للمشاهدين أوكي هاي الجاتو اليوم كان عندنا شفتوا كيف من جوا؟ شفتوا قبل وبعد كيف كان؟ في شغلة كثير حابة أعملها بما إنه معي وقت إني أعملها يلا اعملي حابة أخلط لهم الكيك حتى فرجيهم كيف بيطلع معنا هيك لأنه قبل مرة عملتها ما طلع معي الوقت المضبوط لإلها ما قدرت اعطيها حقها اذا بدكم هيدي الوصفه حجيب هاني انا بحييكي على هالجاتو شايف شو طيب؟ بالضبط لكن وصفه الجينواز عندي هي عباره عن بيض مخلوط كثير منيح
لكل بيضة عندي 30 جرام سكر و 30 جرام طحين، بخفقه للبيض كتير منيح لحتى ما يعمل لي موس بيضة. يعني هلأ شوي هدي بس مش مشكلة، المهم أفرجيكم الطريقة. بيصير إذا بطلع الشبك تبعولي بعمل شكل ويت 8، بيطلع الشكل بضله ظاهر قدامي. هالقد البيض لازم يصير مخلوط بطريقة منيحة ويصير قاسي. كنت محضرة الطحينات تبعوله لكوينون، انا راح اجي بس نشيلك يعني، أنا بس أكيد خلطت بس انا عم باكل السكر مش فاضي. مع البيض مع الفاني كتير منيح مثل ما قلنا لحد ما عطوني الرغوه السميكه يلي بقدر اعمل اي شكل فيها. والضاين بدي اضيف عليها الطحين اكيد بدون خلاط، حتى لو كان الخلاط تبعنا كتير قوي بدي اضيفه بهالطريقه. برش طحين وبخلط من تحت لفوق من تحت لفوق لحتى ما اخسر ابدا ولا نقطه من الهواء يلي انا اعطيته للبيض. هلا في طريقه ثانيه كمان، في ناس بيعطوه بعد فوليوم اكثر، يعني انا مثل ما شفتوا بهيدي الطريقه وديجا اسم الله عطانا حجم كثير منيح. بس في طريقه ثانيه كمان، في ناس بتخلط صفار البيض مع السكر وبياض البيض لحاله مع شوي مع قسم من السكر وبترجع بعدين بتضيفهم سوا. بس انا باكد لكم انه بتعطي مجهود، بدها مجهود اكبر، لانه غير اني انا عم دخل بياض البيض على الصفار عم دخل كمان الطحين بنفس الطريقه. صح. سو ممكن ايدنا عن جد توجعنا. لكن ضلني شوفي وقفت انا ما خلصتها كلها للقطعه لانه كثير كبيره طلعت. هلا بركي هلا عندي غدا شوي. انت اليوم ايه بدي اتغدى يعني عيب يعني. اوكي لكن بهالطريقه عشان ضلني ساعد بالشاشه بهالطريقه لحد ما يختفي كل الطحين يلي قدامي. بفرنسا بيقولوا لها اون بلوي، بنحط الفارين اون بلوي هالقد هيك. يعني بتعرفي اوقات واحد بيعطى الهم بيفكر انه لا ما حينخلطوا مع بعض، لا منيح دغري. لا بينخلطوا. واذا كنا بدنا نعملها بالشوكولا مثل ما دائما بقول كميه الطحين بقللها وبحط على قد ما شلت بحط كاكاو، اهم شيء يكونوا منخولين لانه لحتى اعطيهم كمان هوا بيناتهم. لكن مثل ما انا شايفين ما خسرنا ابدا من الفوليوم تبعوا للحشوة هيدي. وقديش هو بعدين بده بالفرن؟ ما بياخد ابدا وقت لانه ما فيه ابدا ماتير جراس. وديجا فيه هواء يعني وردي. واذا كان الفرن كتير منيح حامي مثل ما دايما بقلكن وخصوصا هلا ببدنا مصلحتك لازم ننقي الفرن نحطه على الشبك النصاني لانه بتكون الحرارة معتدلة على كل الفرن. واهم شيء ننتبه الفرن يكون كتير حامي والغراض يلي عم نستعملهم يكونوا بحرارة الغرفة، خصوصا البيض والزبدة والحليب، لأنه هيدول ممكن يفشلوا لنا الجاتو. عشان هيك في ناس بيقولوا دايما ما بينجح معنا الجاتو، يا إما ما بيكونوا اتبعوا الطريقة مظبوط، يا إما ما بيكونوا انتبهوا على حرارة غراضهم أو مكانهم حامين الفرن بالضبط. وخصوصا الزبدة مش معقول إذا كانت دوبناها بالمايكروويف ودابت كتير ما بقدر أقول لك غيضة بتنزع كل الوصفة. شو بدنا نرجع بعد ما ندوبها ننطر شوي عليها لحتى ترجع تاخد حرارة الغرفة؟ مزبوط. أوكي. لكن هيك بيصير جاهز. وشغلة تانية كمان بحب لكم إياها لحتى ينجح الكيك معكم مشاهدينا، في نحن بنستعمل كذا ورق تحت ورق خبز تحت الكيك، في ورق زبدة كتير أنا بحبه لأنه منه كتير ما فيه كتير ما كتير دسم فيه زيوت. في ورق الواكس بيبر أو البارشمنت بيبر هيدا مليان، يعني بس تيفوت على الفرن إذا كنا عم نستعمل كوكيز الميلة يلي ما جاي عليها بسكوي أو ما في عليها شي لينطبخ بتصير أول شي بيطلع ريحة وبصير بيحرق دغري سو لازم نعرف أكيد لأي وصفة أي ورق خبز نستعمل. وإذا كنا بنستعمل يعني ننقيهم رقاق وشفافين أحسن شيء. إيه بس في ورق يا ريت عندي بعد باقي من هيديك الورقة. في هيدا الورق يلي بيكون كتير زبدة فيه كتير زبدة، وفي ورق بيكون أنشف، الورق الأنشف بيكون أحسن بيكون أفضل شيء. لكن أكيد مرة تانية بعطيكم تبس تانيين لأنه أكيد بدي مصلحتكم. إيه أكيد. وهلأ بدنا نختم حلقتنا أكيد لليوم بدنا نختم. إن شاء الله وصفاتي تكون حبيتوها. شكرا كتير هاني على هالوصفات الطيبة. نحن بنرجع بنشوفك إن شاء الله قريبا بعالم الصباح. أنا راح أودعكم بقية نهار حلو وين ما كنتوا عم بتقضوه. أكيد بكرة تمام الساعة 10 بترجعوا بتلاقونا لما بدوروا تلفزيون بتحضروا عالم صباح جديد. أنا بودعكم بوسة كبيرة وباي باي.